اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر، والأيام بتعدي في العشر الأوائل من ذي الحجة. خلاص النهاردة ليلة الجمعة، 3 4 أيام ويجي يوم عرفة، وبعديه يوم الحج الأكبر يوم العيد. هنيئا لكل إنسان بيحاول يطيع ربنا سبحانه وتعالى، هنيئا لكل واقف على باب المغفرة وباب العتق من النيران. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقاب العباد من يوم عرفة، أكتر من رمضان وأكتر من 10 الأواخر من رمضان. أكتر يوم على الإطلاق ممكن تشوف فيه أعداد ناس ربنا بيكتبهم من أهل الجنة وبيعتق رقابهم من النار، يوم الثلاث الجاي يوم عرفة. فيوم، لا يوم الاثنين بقى، لأن الثلاث هيبقى يوم العيد إن شاء الله. فإحنا بنستعد ليوم زي ده، وبنفتح قلوبنا للاستقبال نفحات وعطايا ربنا المعنوية والمادية كمان. الأيام دي أيام أرزاق، واللي عنده أزمة مادية يدعي في الأيام دي، واللي نفسه في فتح مادي ومنتظر شيء معين من ربنا سبحانه وتعالى، هذه أيام البركات والعطايا الغنية من الواسع سبحانه وتعالى. وأيام بقى العطايا في المعاني من حيث لا تحتسب. كم من الناس اللي بتهتدي، كم من الناس اللي بتهتدي لعيوبها وتمسك عيبها كده اللي هتقعد تشتغل عليه عشان يكون إصلاح العيب ده في سعادة الدنيا والنجاة في الآخرة. كم من الناس اللي بتهتدي لمراد الله منها في الدنيا اللي احنا بنسميه الهدف، ربنا خلقني ليه؟ ايه الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقني عشانه في الدنيا دي؟ ده محتاج هداية من الله سبحانه وتعالى. عشان كده ادعي بده، ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يبصرك بمراده منك، ودي من اعظم ما تريد من هداية ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة عايز أتكلم مع حضراتكم على عائق وعلى حجاب من الحجب اللي بتخلي الإنسان لا يستقبل عن الله ولا يفهم الإلهامات الربانية وينشغل عن رؤية الله في كل شيء. وإحنا هدفنا في العشر الأوائل من ذي الحجة إن إحنا نشيل الحجب دي حتى نرى الله في كل شيء، فلا نغيب عنه في أي شيء. النهاردة عايز أتكلم مع حضراتكم عن القلب الذي يعجز عن النسيان. القلب اللي ما بيعرفش يتعافى تعافي ذاتي من الجروح والأزمات. وانت ماشي في رحلة الحياة الطبيعي تحصل أحداث تفرحك، وكل ما تفتكرها تسيب معاك ذكريات حلوة، حتى لو أحداث بسيطة. جار لطيف ابتسم وقال لك صباح الخير، قال لك سلام عليكم. موقف لطيف في مطعم كنت واقف في طابور، حد قال لك اتفضل. مجرد ذكراك للكلمة الطيبة دي ولا الابتسامة دي تعمل عندك ذكريات جميلة تشرح قلبك، ده شيء طبيعي. لغاية بقى الإنجازات الضخمة والتكريم اللي ربنا بيكرمه لك، والنجاحات اللي الناس بتسقف لك عليها، وقصص الحب اللي بتعيشها، كل دي إنجازات جميلة ذكريات حلوة. بس مش دي الدنيا وبس، لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. ممكن الصبح على الريق كده تنزل تلاقي واحد قافل عليك العربية وتتخانق خناقة على الصبح علشان تطلع بعربيتك بواحد مش بيحترم نظام المرور، ويكون طريقته سخيفة جدا وهو الغلطان، وبالمصري كده يسمم بدنك. انت محتاج عشان تكمل يومك وتعرف تنجز في شغلك وتعرف تبقى مع الله، محتاج تعرف ازاي تتعافى معافاة ذاتية من غير ما حد يجي يطبطب عليك ويقول لك مالك وتحكي له ويعالجك نفسيا. محتاجين نتعلم كيف نتعافى من المواقف دي. مرورا بواحد بيتكلم معاك فقال كلمة سخيفة، قصدها أو مش قصدها، جت على جرح معين، ولما جت على جرح معين فكرتك بأزمة في حياتك فعكننت عليك اليوم. لا عرفت تشتغل، ولا عرفت تصلي، ولا عرفت تسمع ربنا هو بيكلمك من خلال المخلوقات اللي حواليك، فكان يوم من أوله مقفول. كل ده لأن بعد ما الشخص اللي قال لي الكلمة دي وفكرني بالذكريات دي معرفتش أتعافى تعافي ذاتي بيني وبين نفسي كده، ويدور بيني وبين نفسي حوار. الحوار ده لما يدور أعالج بيه نفسي. كانوا بيدرسوا لنا الناس المتخصصين السلف هيلينج. إيه السلف هيلينج ده؟
حد عنده قدرة لما يحصل له مشكلة يقعد مع نفسه كده يفكر أفكار معينة، كأنه بينظف البقع اللي اترمت على قلبه والحاجات اللي يعني إيه خلت عكرت صفو يوم. اللي ما بيعرفش يتعافى تعافي ذاتي، كلمة وحشة ونظرة بايخة وتعليق سخيف وواحد يغدر بيه ويخش في قصة حب ما تنفعش ويفركش بالخطوبة واللي اتطلقت، كل ده عمال يتراكم يتراكم لغاية ما القلب بقى منهك، بقى عامل زي الغريق بسبب تراكم لحظات الضيق اللي مش عارف يعالج نفسه منها. عشان كده ساعات كتير ممكن البني آدم يسمع كلام يضايقه، والكلمة اللي تضايقه دي تكون بتعلمه ازاي يقاوم الكلام اللي بيضايق. يعني اقول لك على حاجه، الناس اللي بتلعب حديد بتلعب في الجيم عارفه الحته دي لازم تموت. ليه الحته دي لازم تموت؟ لك وانت شايل الدمبل وانت شايل البار بيقرص جامد قوي على الكف من هنا، فلو الحته دي عندك ما ماتتش مش هتعرف تشيل اوزان. فمعروفه قوي عند اللي بيلعبوا رياضه الجلد اللي هنا ميت عندهم، وكل ما الجلد ده يبقى ناشف وميت كل ما تعرف تشيل اوزان اكتر. عشان الجلد ده يموت لازم تتالم شويه، تقعد اسبوعين ثلاثه في الجيم كده حتى ايه توجعك ومفقفقه وبعدين تموت وتشيل اوزان. في مواقف بتحصل لك بتموت عندك اماكن هشه في شخصيتك، لازم الاماكن دي تنشف شويه. عشان مش كل واحد يقول لي كلمه يعكر عليا يومي ويخليني مش عارف اصلي ولا عارف ابتسم في وش مراتي ولا عارف ادلع عيالي ولا عارف اصبح على امي. ليه؟ اصل موقف حصل لي الصبح في محل مش عارف اتعافى منه تعافي ذاتي. وهنا ده ملعب الشيطان. ملعب الشيطان ان يقعد يجيب لك المواقف اللي نكدت عليك ويكبرها وبعدين يشككك في قوه شخصيتك. كان المفروض ترد عليه وتنزل من عربيتك وتشد عصايه البيسبول وتضربه. ما احنا ماشيين انت عارف بقى الشباب ماشيين ايه يا ابني، واحنا داخلين حرب. اه ما انا لازم عشان اضربه في وسط الشارع. اضربه ليه؟ اللي نازل ده اللي كسر عليك وشتمك ده انسان في اللحظه دي ما كانش عنده اخلاق، ومش تبكش انت بيشتم العربيه اللي كسر عليه هو ما يعرفكش اصلا. في حاجات كده لازم الواحد يفكر فيها، لو فضل يلتفت لكل واحد بيسيء ليه في كل مكان مش هنعرف نعيش حياه ساكنه ولا نعرف نعبد ربنا ولا نعرف نحسن اخلاقنا. فالشيطان ازاي تسيبه كان لازم تضربه، ودي كان لازم ترد عليها، وازاي امك مش عارف تعمل ايه كان لازم توقفها عند حدها. ويبدا الشيطان هنا ملعبه. واصعب حاجه لما يبقى ملعب الشيطان لما تذنب. لما الانسان بيغلط الشيطان بيشككه في قوه شخصيته امام الشهوه، ويبدا الشيطان يزق في فكره ان انا احكم على نفسي بالضعف امام شهوات معينه، ويفضل الحوار السلبي ده يدور كده لغايه ما اقرر ان ده مش وقت مقاومه الشهوه دي بسبب مش عارف اتعافى من الام وقوعي اول مره. مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال والذين قالوا والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، فاحشه يعني كبيره، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. ذكروا الله يعني ايه؟ يعني ذكروا سعه عفو الله، وذكروا قبول الله لهذا الانسان بعيوبه ونقصه. ذكروا الله اللي قال لسيدنا النبي قل لهم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ذكروا الله، شوف شايف الحوار الداخلي ده انا عمال انظف بيه الشيطان اللي عمال يقول لي يا ضعيف قدام شهوتك، ياللي لو ربنا عايزك ما كانش خلاك تغلط، ياللي في ناس كتير قدرت تقاوم وانت ما قاومت، شكلك مخلوق للنار. شايف الافكار اللي عمال انا اخش فيها دي، شايف الدوامه اللي انا غرقت فيها دي، انا محتاج اتعافى تعافي ذاتي. عشان كده ربنا دايما يقول لنا واني لغفار لمن تاب.